مباراة الوداد البيضاوي والزمالك في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضيف لهذه المباراة ملعب كايرو انترناسيونال ستاديوم بالقاهرة. أما بالنسبة لتوقيت المباراة سوف يكون في تمام الساعة 5 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 6 بتوقيت القاهرة، والساعة 7 مساء بظل من توقيت قطر والسعودية والإمارات. أما بالنسبة لقنوات النقل لهذه المباراة، قناة بين سبورت 3 الناقل الحصري لهذه المباراة، وأيضا أون تايم سبورت بتعليق عصام الشوال على بين سبورت وحاتم بطيشة على قناة أون سبورت. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية الجرس على الكل لكي يصلك دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. ونضرب لكم موعد في موعد قادم.